أنا أتذكر الشيخ محمد الراوي رحمة الله عليه قبل سنوات كان له جامع في حي العلية يخطب فيه الجمعة. الشيخ ما شاء الله يعني خطيب مفوه، كيف لا وهو خريج الأزهر والقرآن بين جنبيه، وهو خادم للقرآن ومفسر للقرآن وكل حديثه عن القرآن رحمة الله عليه. المسجد كان يمتلئ عن بكرة أبيه، وسبحان الله أسلوبه الجميل البليغ يعني يصلح للصغير ويصلح للكبير ما شاء الله تبارك، بلاغة وأسلوب وحتى في خطابته سبحان الله يعني ما يجعلك تشعر بالنعاس في خطبته رحمة الله عليه. كانوا وكنا نأتي من أماكن بعيدة يعني عشان نصلي عنده صلاة الجمعة رحمة الله عليه، ومواقفه كثيرة إيجابية في يعني تجاه أمته الإسلامية رحمة الله عليه. والله يعني مثل هؤلاء سبحان الله إذا ذكروا يترحم عليهم بصدق فعلا، يعني بعض الناس إذا ماتوا ما حد درى عنه، لكن مثل هذا العالم الرباني نحسب ولا نزكيه على الله، والله أنه يعني فقيد لأمة الإسلام. نحسب الله حسيبه أنه أن يخلف أمة الإسلام آمين خيرا في جنات النعيم. نحسب الله حسيبه أنه من أهل الله وخاصته، لأنه أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما جاء في الأثر يعني، وعزاؤنا فيه أنه جاور الله سبحانه وتعالى. يعني أبو الحسن الأنباري قال، أو الحسن التهامي قال عن ابنه يرثيه: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواره. عزاؤنا أنه عند رب الرحيم تكفل. سبحان الله. الآن أنا أطلب أي أحد من اللي يتابعنا يدخل اليوتيوب فقط ويكتب الشيخ محمد الراوي ويشوف أي لقاء له، مجرد ما يراه سبحان الله كلامه يدخل القلب مباشرة، نحسبه صادق والله حسيب. وكان لا يهاب مخلوق. نعم سبحان الله. صحيح. والله يعني كان يقول كلمة الحق ولو على يعني رقبته زي ما احنا بنقول كده. كان طول عمره والله يرحمه كان يعني يمتلك الشجاعة اللي هو يواجه أي حاجة بعدها بحاجة تمس الشرع والشريعة العلماء والدين. العلماء هذه سمة العلماء الربانيين. ذكر الشيخ ناصر العمر الله يرحمه الله يحفظه، طبعا الشيخ محمد الراوي رحمة الله عليه درس الشيخ ناصر العمر. ما شاء الله. من طلاب الشيخ ناصر العمر. شوف المخرجات عشان تعرف. يقول الشيخ ناصر العمر مرة حصل موقف للشيخ محمد الراوي يذكر لهم إياه. يقول مرة سافر أحد الدول والدولة هذه اللي سافر لها متشددين في مذهب من المذاهب، من المذاهب الأربعة. نعم. يقول لما جئت المطار قال لي اللي حق الجوازات، قال له: أنت شافعي ولا حنفي؟ يقول: أسقط في يدي، خفت أقول له شافعي يصير هو حنفي فما يختم لي، وخفت أقول له حنفي يطلع شافعي فقلت له الوالد شافعي والوالدة حنفية، فقال لي سلم لي على الوالدة ودخل ختم له الجواز ودخل. فكان تصرف حقيقي رهيب. الشيخ أنا أقول لك وين رمي أقول كتب له: ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون، يمشي بنور الله ما شاء الله تبارك.